نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء والتي تظل في قلب الجمهورية الجديدة. وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقاومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتا إلى أنه تم وجاري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمار العامة التي تم وجري ضخها لتنفيذ المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013-2014 حتى عام 2022-2023.